داخل النادي الأهلي، وهو مدرب كمان ليه تاريخ كبير داخل النادي الأهلي. نجمنا النهاردة هو أحد نتاج قطاع الناشئين، وهو لاعب وهو مدرب، وكان من جيل التسعينات اللي وصلوا كاس عالم 90 في إيطاليا، حقق مع النادي الأهلي بطولات كتير، أحرز مع النادي الأهلي 34 هدف وحقق 19 بطولة ما بين دوري وكاس بطولات عربية وبطولات أفريقية. الفترة اللي فاتت تولى فريق شباب النادي الأهلي، وما شاء الله عمل معاهم نتائج مميزة جدا، وظهر مواهب للكرة المصرية. نتمنى له إن شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية في رحلته الجديدة مع سموحة. هو نجمنا كابتن عادل عبد الرحمن. نشوف تقرير عن الكابتن عادل عبد الرحمن ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. عادل عبد الرحمن جوكر النادي الأهلي المونديالي، لاعب النادي الأهلي في الثمانينيات والتسعينيات بمركز خط الوسط، توجه بوجوده ضمن منتخب مصر المشارك في كأس العالم 90 بإيطاليا، لعب عادل عبد الرحمن في جميع المراكز مع النادي الأهلي، ولما لا، فهو جوكر الأهلي في هذه الفترة، أحرز معه 34 هدف وحقق 19 بطولة بين دوري وكأس وبطولات عربية وإفريقية وأفرو أسيوية. عادل عبد الرحمن كان من أهمها بطولة أبطال إفريقيا للكؤوس عام 93 التي سجل فيها هدف الفوز التاريخي، وهو هدف الفوز الوحيد في مرمى أفريكا سبور من ساحل العاك في مباراة الإياب على أرض استاد القاهرة من ركلة جزاء، بعد أن كانت مباراة الذهاب انتهت بهدف لمثله. بداية عادل عبد الرحمن في تدريب ناشئ الأهلي كانت لمدة 9 سنوات، تولى فيها تدريب كل المراحل السنية قبل أن ينتقل إلى قطاع الناشئين في إنبي لمدة 5 سنوات، وساهم في إحداث طفرة كبيرة في ناشئ الفريق البترولي، استطاع الحصول على معظم بطولات مراحل الناشئين في ذلك الوقت، ثم انتقل للعمل في الناشئين بالسعودية، حصل على 4 بطولات مع أندية النصر والشباب، وقام بتدريب نادي الشباب السعودي لمدة 16 مباراة و3 مباريات في دوري أبطال آسيا. اتحاد جدة لعب معه 6 مباريات، ثم الباطن السعودي، ثم انتقل إلى نادي الوحدة السعودي وحقق نتائج هامة مع هذه الفرق، كما أنه ساهم في خروج لاعبين إلى المستوى الأول بالمنتخب السعودي.